أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا المستحق للمحبة والتكريم، إنه ليوم الوفاء الذي يجمعنا في كل حين، إنه لنبراس الحب الذي نقتطفه من شجرة الإبداع الوارفة المثمرة بأجمل فروع الثقافة التي هي عماد الحضارة لكل مجتمع. فإننا في هذه التظاهرة المباركة وهذه التظاهرة الرائعة التي تكرم المتميزين لهي امتداد لأسمى رسالات المجلس العربي، المجلس العربي الإفرو-آسيوي للتعاون الدولي. فنان الكبير القدير عبد العزيز مخيون. الفنان الكبير القدير محمود الجندي. النجم الكبير نضال الشافعي. الفنان الكبير أحمد بديل. المطرب الكبير إيهاب توفيق. الإعلامية وفاء طولان. بحمد ربنا دايما في كل تكريم بيجينا، تكريمنا الاول ان ربنا يعني جعل لنا منبر وان الناس تتابعنا وتشوفنا، ويكون في ناس تانية مؤسسات جاده وفي هيئات جاده انها بتتابع عملنا وتكرمنا. وكان لما اتصلوا بينا وقالوا لنا ان في تكريم عن اعمالكم في شهر رمضان، ودي للسنه الرابعه حملتنا رمضان احلى بنفع العباد، وان البرنامج الحمد لله من افضل البرامج اللي هم يعني صنفوها ان شاء الله السنه دي باذن الله تعالى، ان هي باذن الله نستمر على كده يا رب. ودي مسؤوليه بتحطنا دايما ان احنا دايما نشتغل على قدم وساق ونكون على قد المسؤوليه دي، ونكون عند حسن ظن الناس كلها مشاهدينا والمؤسسات ايضا، وان يكون تكريمنا النهارده في وسط كوكبه كبيره من الفنانين والمبدعين والشعراء والملحنين وكل من ليه رسالة إبداع في المجتمع وأسرى برسالة في المجتمع المصري إزاي أو المجتمع العربي، خاصة النهاردة ده ما بين مصر والوطن العربي وإن بين أفريقيا وأسيا، فهو تقريبا بيجمع كل ما بين الثقافات، فإن احنا نكون من ضمن الناس المكرمين النهاردة. فالحمد لله بنحمد ربنا يا رب، يعني نفضل دايما كده يا رب، نكون من المكرمين عند ربنا سبحانه وتعالى، ويكون شغلنا فعلا في نفع للناس ونفع العباد، ويكون دي التنمية اللي احنا بنحققها، ونكون يعني افضل حاجة ان انت ممكن تشوفها ان المؤسسات دي تحس فعلا ان انت بتقدم حاجة، وان انت بتقدم حاجة مختلفة، وان احنا بنقدم عمل تنموي جاد محترم. فاعتقد ان دي يعني رسالة تكريم ربنا سبحانه وتعالى. انا من اسعد الناس بهذا التكريم، لان هذا التكريم بالنسبة لي عن دور خاص جدا لقلبي وعن مسلسل قريب جدا لقلبي، وهو مسلسل الجماعة الجزء الثاني. التكريم ليه مذاق خاص لكذا سبب. أولا لجمعية دولية أفرو أسيوية بهذا الحجم أنها تكرمنا، أعتقد ده شيء يسعدنا. وعن هذا الدور على وجه التحديد، لأنه الجماعة الجزء الثاني مجموعة مسؤوليات. المسؤولية الأولى هي المسؤولية التاريخية، الواحد شالها على عاتقه في تقديم شخصية الناس عارفاها. المسؤولية الثانية وهي نجاح الجزء الأول من المسلسل. المسؤولية الثالثة وأعتقد دي بتتحط في رقبة كل ممثل اشتغل معانا، وهي أنه بنقول كلام الكاتب الكبير الأستاذ وحيد حامد. فقد إيه تعبنا وقد إيه كان المجهود شاق. المسلسل من أوائل المسلسلات اللي دخل التصوير ومن أواخر المسلسلات اللي خلص التصوير، فلك أن تتخيلوا أن الموضوع كان شاق جدا جدا للاهتمام بكل التفاصيل سواء الفنية أو التاريخية. فالحمد لله لما ربنا كرمنا وعرضنا وكان هناك استحسان من الناس ومن حضراتكم وكمان تكريم، أعتقد أن ده شيء أكتر من رائع وفضل من عند ربنا في الأول وفي الآخر. الفن يعتبر معيار من معايير تقدم الأمم والحضارة، فأعتقد أنه الفن شيء مهم جدا. ولكن أنا ليا التعليق أنه لازم أنه يبقى في حلقة الوصل. ما ينفعش أقدم الفن عشان أرتقي وأبقى متحضر، هو فن بعيد عن الناس. لازم
ناخد بايد الناس ونقدم لهم من خلال الفن الوعي الكامل عشان يحصل التقدم والدفع للامام بشكل شامل، ما يبقاش الفن في منطقه عمال يقدم حاجات لطيفه وحلوه وبعيد عن الناس. فخور جدا بوجودي النهارده في ضمن الكوكبه الجميله ديت، وخصوصا يعني تكريم من الجمعيه الافرو اسيويه، ويعني انا شايف انه لسه بادي على الواحد على انه يتقال انه بيتكرم، بس انا يمكن ان انا كون ان انا موجود في اللوحه اللي مكتوب فيها اسامي الناس العظماء دول، يعني ده شرف ليا في حد ذاته، ويا رب ان شاء الله ابقى اكون قد الثقه ديت يا رب. التكريم حلو قوي من مخرجينا ومصورينا ومسجلينا، بيلتقوا برضه بالفنانين واحنا سعداء جدا بيهم، وربنا يديهم الصحه يا رب العالمين. سعيد بهذا التكريم جدا، واي تكريم للفنان اكيد بيبقى حافز ليه على الاثابه وعلى بذل مزيد من الجهد وانه يطور نفسه وانه بقدم مسؤوليه فعلا. التكريم النهارده بيعني ليا اشياء كتيره، خصوصا انا بتكرم في وسط ثلاث اجيال، فبتكرم مع اساتذتي اللي درسوا لي في معهد المسرحيه، واساتذتي اللي رافقوني في بدايه الطريق ومدوا لي ايديهم، ايضا بتكرم مع كثير من الزملاء والاصدقاء الاعزاء جدا على قلبي. فأنا بشكر كل القائمين على هذه الاحتفالية، وبتمنى لمصر مزيد من المهرجانات الفنية ومزيد من حفلات التكريم اللي بتؤكد أن مصر آمنة ومستقرة، وبتؤكد على أهمية قواها الناعمة اللي هم بيمثلوا جيوش وحائط صد للحفاظ على هوية مصر بكل ما تحمل هذه الهوية من عادات وقيم وتقاليد. مصر أول دولة في التاريخ، دولة عمرها 5000 سنة، تأسست سنة 3200 قبل الميلاد لما مينا أو مرمر وحد الجنوب والشمال، فهي الأول في كل شيء. أول مسرح شفناه، أول سينما، أول كتابة، أول آلات موسيقية وغنى. هذا الموروث الحضاري والثقافي والإبداعي هو اللي قدر يحافظ على هوية مصر رغم تعرضها لكل أشكال الاستعمار، من أول الهكسوس أيام أحمس مرورا بتتار ومغول ومماليك وعثمانيين وإنجليز وفرنساويين. كل استعمار جه قعد عندنا هنا 100 سنه و80 سنه، وكل استعمار كان ليه كالتشر مختلف وكان ليه لانجوج مختلفه، ومع ذلك ما قدرش يمسخ ولا يمحي الهويه المصريه بكل ما تحمله من عادات وقيم وتقاليد ولغه. بسبب ايه؟ بسبب هذا الموروث الابداعي، بسبب الثقافه بشكل عام، وبسبب الفن بالتحديد. انا سعيد جدا بالتكريم، وخاصه من جمعيه او مؤسسه لها ثقالها جمعيه الاسيو افريقيه، ودي أول فعالياتها في التكريمات، لما أكون أنا اسم مدرك في أسماء المكرمين مع نخبة كبيرة جدا من كبار نجوم المصريين والعرب، فده شيء أنا بعتز بيه جدا. الفن هو وسيلة تواصل مهمة جدا ما بين الشعوب وما بين المقدم الفن والمتلقي بتاعه، ففعلا الرسالة والهدف بقى واصل للناس بشكل كبير. يبقى الفن بقى رسالته انه يعلى بذوق الجمهور، يربي النشء على تقاليد معينة. تجريم رفيع المستوى، خصوصا جاي من جمعية الأمريكية للفنون المتخصصة والأكاديمية البريطانية، فشيء جميل جدا جدا ان احنا منفتحين على العالم، وان العالم بيسال مين اللي تحبه يكون في الساحه، وبعدين بيراجعوا السي في بتاعه بيعرف كل حاجه. فالحمد لله، الحمد لله. بعتبر ان الاجيال سواء القدامى او الوسط او الحاليين، ده لاول مره يحصل تكريم يجمع شاملهم كلهم مع بعض. ده خطوه اولى في ان احنا نعرف مين اللي سبقنا ومين اللي جاي بعدينا. الذوق العادي اللي اتربينا عليه في مصر هو ذوق رفيع. انت تخيل شعب في يوم من الايام اختار عبد الوهاب، اختار ام كلثوم، اختار فريد، عبد الحليم، قنديل، محرم، كل الكام الرهيب ده اللي اختار جمهور. وبعدين ما يجيش جمهور تاني مش نفس الجمهور يختار علي ابره وابراهيم فك وشلوت وبتاع، وبعدين اللي بيتميز في انه بيغني مخدرات، واللي بيتميز بيقول الحشيشه مش بتاعي، واخرهم الاخت بتاعت المرجحة دي فضيحة. ولذلك انا بقول لو مؤلف يكتب يقول لك اغنية المرجحة فضيحة. لن تفرض فئة فن على الكل، دي فئة وانا بسمي فئة العشوائيات. ما تقوليش ده فن شعبي،
أني فن شعبي ده اللي كله دخان وفحم وبتاع، أني فاهمه من إمتى؟ من إمتى؟ وبعدين النهاردة عندك 4-5 مطربين أميين، الله هنروح لفين؟ لا لا ما